السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. نصحح الفرد، الفرد الأول في مادة النشاط العلمي المستوى الأول من التعليم الابتدائي. ألون بطاقة الجواب الصحيح. عدد حواسي، هل عدد الحواس 2 أم 5 أم 3؟ إذا عدد حواسي 5، 5 حواس. السؤال الثاني، أصل بخط بين الحاسة المستعملة في كل وضعية. هنا حاسة الشم وعضوها الأنف، هنا حاسة الذوق وعضوها اللسان، هنا استعملنا حاسة اللمس وعضوها اليد، وهنا استعملنا حاسة السمع وعضوها الأذن، وهنا استعملنا حاسة البصر وعضوها العين. أشطب على الأشياء التي لها رائحة كريهة. وهذه أحيط الأشكال المتشابهة بخط مغلق. الأشكال المتشابهة هنا هي هذه، هنا هي هذه، وهنا هذه هي الأشكال المتشابهة، وأخيرا هذه. هذا هو الجواب. خامسا، أضع علامة في الخانة المناسبة. أضع علامة في الخانة المناسبة. مذاق حلو، لأن السكر مذاقه حلو. مذاق مالح، الملح. مذاق حامض، الحامض، الليمون. أشطب على السلوكات التي تضر حواسي. هذا السلوك يضر بالحواس، وهذا السلوك، وهذا السلوك. نأتي إلى امتحان آخر. ننظر في هذا الامتحان. نعم، أصل كل حاسة باسمها ومجال استعمالها. نعم، باسمها ومجال استعمالها. وهنا اللمس، هنا أول شيء وحاسة، نعم حاسة اللمس. وعضوها
اللمس وعضوها ماذا؟ وعضوها اليد. ومجال استعمالها في ماذا؟ هو هذا. وهنا حاسة البصر عضوها العين، ومجال استعمالها في ماذا؟ في مشاهدة. هنا الآن حاسة السمع عضوها الأذن، ومجال استعمالها اسمعوا القرآن. الشم حاسة الشم، ومجال استعمالها هنا هكذا. والأخير الذوق عضوها اللسان، ومجال استعمالها وتذوق تذوق. الآن نمر إلى ألون الحامضة بالأصفر والحلوة بالأحمر. أولا نلون الحامض، هذا الليمون حامض، نلونه بالأصفر والحلوة بالأحمر. الحلو تلونونه بالأحمر، هكذا. الآن أضع علامة في الخانة المناسبة. رائحة كريهة، رائحة زكية، ورائحة كريهة. نعم، ننظر في التمرين ونضع العلامة في المكان المناسب. رائحة زكية، رائحة الزهور، رائحة زكية، رائحة الطاجين، رائحة زكية، في حين أن هذه رائحة كريهة. أكتب عبارة نعم تحت السلوك الحسن ولا تحت السلوك السيء. هذا نكتب لا، هذا نكتب نعم، هذا نكتب لا، هذا نكتب نعم. نكتفي بهذا ونصل إلى مقطع آخر، نصحح امتحانات أخرى إن شاء الله.